السلام عليكم خوتي وخواتاتي الرجاويين، مرحبا بكم في القناة ديالنا الرجاء بالدارجة. إلا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة ديالنا ما تنساوش تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس وتبارطاجوا الفيديو ديالنا مع الأصدقاء ديالكم، وشكرا لكم. والآن غادي نبداو الأخبار ديالنا بأول خبر. الرجاء الرياضي غيخذ مباراة رابعة ودية. غادي يخوض فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم الخميس المقبل المباراة الودية الرابعة واللي غادي يواجه فيها أولمبيك تشيرة، وغيستقبل البطل المغرب ضيفو تشيرة مركب الوازيز الخاص بالفريق الأخضر في إطار استعدادات الفريقين لاستحقاقات الموسم المقبل. وكان الرجاء تعادل سلبا في المباراة الأولى مع نجم الشباب البيضاوي، ثم فاز في الثانية على شباب بنقرير بهدف دون رد، قبل ما يخسر الثالثة أمام المغرب الرياضي الفاسي بهدف دون رد. والان غادي نمروا للخبر التالي. مدافع الرجاء كيرفض العودة للمغرب. كشفت تقارير صحفية ان الدولي الكاميروني فابريس نغا رفض العودة للمغرب رغم انقضاء الجولة الثالثة والرابعة من تصفية كأس أمم إفريقيا. وحسب نفس المصادر فإن نغا قرر التصعيد ضد إدارة الرجاء وكذلك الطاقم التقني بعد خروج من حسابات المدرب جمال السلامي، وقدم نغا أداء متواضع خلال الموسم المنصرم واللي جعلوا محل انتقاد من طرف الجماهير الرجوية واللي طلبت بالتصريح ديالو في الميركاتو الصيفي الحالي. والان غادي نمروا للخبر التالي. عمران فايدي غيواصل رفقة الرجاء الرياضي. جرى المدرب جمال السلامي اجتماع مطول بالطاهر الايمن عمر فايدي لتدارس مستقبل هذا الاخر رفقة النسور الخضر، حيث قرر بدل اعارته مواصلة المشوار ديالو مع اصدقاء العميد محسن متولي. وكان عمران فايدي واكد في وقت سابق تلقي عروض من اندية وطنية ابرزها المغرب الرياضي الفاسي، لكن تشبت اللاعب بالدفاع على قميص الرجاء الرياضي حل دون ذلك. وللاشارة في المباريات الكثيرة خلال الموسم القادم فرضت على رب القلعة الخضراء الحفاظ على اللاعبين والمطالبة في نفس الوقت بسد مراكز الخصاص. والان غادي نمروا للخبر التالي. بوطريقة مرشح لخلافة الزيات. بات محمد بوطريقة مرشح للعودة من جديد لرئاسة الرجاء الرياضي خلال الفترة القادمة عقب استقالة جواد الزيات من المنصب ديالو لأسباب شخصية، وكترغب العديد من فعاليات الرجاء بعودة محمد بوطريقة للجهاز الإداري للفريق الأخضر من أجل الإشراف على رئاسة الرجاء خلال المرحلة القادمة. وسبق لمحمد بوطريقة وترأس الرجاء الرياضي ما بين 2012 و2016، وحقق خلال هذه الفترة لقب البطولة وكأس العرش إضافة لكأس شمال إفريقيا الأندية البطالة، كيفما قاد الفريق الأخضر نهائي كأس العالم الأندية سنة 2013. والآن غادي نمروا للخبر التالي. زوج عروض كبيرة للنجمين الرجاء. توصل نادي الرجاء الرياضي بعروض مغرية بخصوص نجمي الفريق الأول، وكيتعلق الأمر بالجناح سفيان الرحيمي والقناص بين مالانغو، ومازال جواد الزيات متردد بشأن قبول العروض من عدمها. وماشي من المستبعد يتم قبول أحد العرضين من قبل مسؤولي الفريق الأخضر، خصوصا بعد الأزمة المالية الخنيقة واللي كيمر منها النادي. هناك على المستحقات اللي ما توصف بها اللاعبين لحدود هذه اللحظة. والجدير بالذكر فتم التوقيع مع كل من مروان الهدهودي ونحو إيس السعداوي، كيف ما غادر المدافع بدر بانو صوب الاهلي المصري، وعاد احدد النادي ديالو الزمالك بعد انتهاء فترة الاعارة ديالو. والان غادي نمروا للخبر التالي. اصابة ثلاثي رجاوي كتربك حسابات السلامي. كتواصل تدريب فريق الرجاء الرياضي بمركب الوازيز استعداد انطلاقه الموسم الجديد من الدوري الاحترافي والمرتقبه في 4 اشهر المقبل. وفي هذا الصدد ذكرت مصادر قريبه من محيط فريق الاخضر ان تدريب كاتبات السلامي كتعرف غياب الثلاثي فابريس نغوما وساند الورفلي وعمر بوطيب، وكيرجع غياب الثلاثي المذكور للاصابه اللي كيعانيو منها، حيت عاد كل من نغوما والورفلي مصابين من الرحله ديالهم الدوليه، في حين بدا بوطيب كيعود تدريجيا بعد الاصابه اللي لمات به نهاية الموسم المنصرم. وللإشارة فإن فريق الرجاء فضل مواصلة الاستعدادات ديالو مركب الوازيز.
الان غادي نمروا للخبر التالي. الرجاء الرياضي كيرفض مغادره الكحل. رفض المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي طلب سعد الكحل بانتقال لفريق اخر بصفه نهائيه وعلى سبيل الاعاره للرغبه ديالو في مواصله خوض المباريات والحفاظ على التنافسيه. ولح مسؤولي الرجاء على الكحل في الباقه في الفريق بعد ما خبرهم جمال السلامي بالرغبه ديالو في الاحتفاظ به ضمن لائحه الفريق واللي غادي يعتمد عليها في الموسم الرياضي المقبل. وطلب كحل الرحيل على اعتبار الرجاء كيتوفر على اربعه المدافعين والامر اللي غادي يحرمه من اللعب اساسي في تشكيله الرجاء، علما انه لعب الموسم الماضي رفقة وداد تمارا 28 مباراة بالقسم الثاني. وكيتعتبر الكحل اللاعب الواحد من اللاعبين العائدين من الإعارة واللي قرر جمال السلامي الاحتفاظ به، بينما طلب من باقي اللاعبين البحث على أندية أخرى واللي غيلعبوا ليها في الموسم المقبل. والآن غادي نمروا للخبر التالي، توضيح بخصوص انتقال أمغار للرجاء. تعاقد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم مع حارس مرمى المنتخب الوطني الأقل من 20 سنة وفريق اتحاد طنجة، وعزز الحارس صفوف أمل الفريق الأخضر وانضم أمغار الأمل الرجاء وماشي الفريق الأول، وبالتالي ما كيتعتبرش انتداب جديد لبطل المغرب، علما أن حامي عارين أشبال الأطلس سبق ليه وجرى اختبارات قبل زوج المواسم بالوازيز، وفشل الحارس السابق الأمل فارس البوغاز بإقناع فتح جمال المدير التقني للرجاء وقتها بإمكانيات ديالو باش يتم صرف النظر على التعاقد معاه. والان غادي نمروا للخبر التالي، انتداب بين وزينين الزيات قبل الراحل. كيتجه جواد الزيات لجبل انتدابين وزينين وذلك قبل مغادرة بصفة رسمية لكرسي رئاسة نادي الرجاء الرياضي. وذكرت بعض المصادر القريبة من محيط الفريق الأخضر أن جواد الزيات أفرض على سؤال أحد المنخرطين خلال الاجتماع واللي جمع الطرفين بخصوص الاستقالة، أكد أنه بصدد الشغال على حسم صفقته قبل إسداد السيطر على الميركاتو الصيفي الحالي، وكان الزيات على الاستقالة ديالو من منصب رئاسة الرجاء بسبب الضغوط واللي تعرض ليها بخصوص توفير السيوله الماليه لملف انتدابات اضافه لمستحقات اللاعبين. والان غادي نمروا للخبر التالي، فهمي الرجاء كيلزمو ثلاثه التعاقدات وما يمكنش تفرط في لاعبين الشباب. كيشوف عبد الاله فهمي الاطار الوطني ولعب الرجاء سابقا ان التركيبه البشريه للنادي الاخضر بحاجه ماسه لثلاثة او اربعه اللاعبين لتطعيم الفريق واللي غادي ينافس دوما على الالقاب المحليه اضافه للقاريه. وقال فهمي في التصريح ان انتدابات لا هروب منها في بعض مراكز الخصاص واللي حددها المدرب ويجب جلب اللاعبين المتمرسين. وضاف فهمي ان اللاعبين العائدين من تجارب الاعاره ما ينبغيش الحكم عليهم في مباراه وديه واحده، وكينبغي توفر تقرير مفصل عليهم ومنه غادي يبان المدرب القرار ديالو الاخر، حيت ما يمكنش الاقدام على اي خطوه واللي غادي يظلم بها اي لاعب. وواصل اللاعب الرجاوي السابق انا مع اللاعبين الشبان في الفريق، فقط كيلزم على المدرب باش يفطن بالزمن المناسب للتوظيف ديالهم. والان خوتي وخواتاتي الرجاويين انتهينا من قرش اخبار الرجاء الرياضي لهذا اليوم. الى عجبكم الفيديو ديالنا ما تنساوش الاعجاب به والاشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو ديالنا مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم.